السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام المتابعين صفحة وقناة حياتنا بكل بساطة مع أمال. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير، ومعاكم إيمان سعيد. النهاردة هنعمل مع بعضينا إن شاء الله مندي الفراخ. بعد ما عملت الكبسة انطلب مني المندي. المندي يعني بيروح شوية لدول السعودية، اليمن، الكويت، الناس الحلوة دي، تحياتنا ليهم طبعا. نبدأ الفيديو بتاعنا، نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، نشوف الطريقة والمقادير ونسمي الله. ومعايا هنا دي بصلاية أنا مقطعاها، بصوا طرنشات كده، تمام، طرنشات كده، هي بتفك بعد كده معايا في الحل، تمام. ومعايا فصين توم او حوالي 3 فصوص توم كبار يكونوا مفرومين. معايا هنا دي الوان طعام اصفر واحمر، الوان طعام. معايا بودرة زعفران، ده قرنفل، او في دول بتقول عليه المسمار، تمام، اهو ده بيبقى شكله قرنفل، يا رب يكون واضح. معايا ليمون اللي هو النومي، ومعايا فلفل اسود، ملح، ده كركم، وده زعفران او بودرة زعفران. معايا ورق لوري، حبهان، اعواد قرفه كده اللي هي المتكسره دي، ومعايا فرخه. بالنسبه للفرخه هي اول حاجه انا بحضرها بقسمها نصين يا جماعه، يعني صدر وورك كده مع بعض وصدر وورك كده مع بعض، تمام. معايا هنا ده خل والزيت. اول حاجه انا هاخد الخل، هضيف معلقه منه هنا على الرز. شايفين الرز لسه ما اتغسلش، الرز ناشف، ده رز بسمتي، تمام كده. وهضيف عليه شوية ملح. طب عملت كده ليه؟ علشان الرز يفتح لونه معايا، انا عايزة لونه يفتح علشان لما ياخد الالوان تظهر معايا. وهبدأ انقعه في المية دي بالخل بالملح، وبعدين هغسله واصفيه، تمام. اهو طبعا تقلبوه كده علشان ما يمسكش ايه في بعضه كده زي المكرونة، كويس كده. انا هركن ده بقى لمدة ربع ساعة، وبعدين هغسله واصفيه. هاخد بقى هنا هحط حوالي 4 معالق زيت، وهرفع الحلة دي على النار ونشوف بقية الخطوات بتاعتنا هناك ان شاء الله. انا رفعتهم هنا على النار بالشكل ده، انا مش عايزاهم ياخدوا لون، مجرد انه يدبل بس، تمام. انا مش عايزة الشوربة تلون لون غامق معايا، فمجرد انه يدبل بس يبقى معايا بس دبلان. اديله كده تشويحة لمدة دقيقة، نشوف بقية الخطوات بعد. بعد ما دبل معايا هو والثوم، هضيف عليه رشة بسيطة ملح والرومي والقرفة والزعفران واللوري والحبهان والقرنفل والكركم والفلفل الأسود، اهو كده. وهدي ده كله تشويحة، هدي بقى كل ده تشويحة. انا اسفة لصوت محمد، يعني محمد ده صعب السيطرة عليه. اديت كله تشويحة كده، اسفة بقى الفلاش طفى. هنزل بالفراخ بس على الناحية اللي هي مش الجلد، لا الناحية التانية، اخلي كده وشها لفوق علشان انا مش عايزة الجلد بتاع الفراخ ده يتقطع معايا كده. هنسيبها بس كده لمدة دقيقة، هسيبها لمدة دقيقة كده، تمام. شوح معانا كده في الحلة لمدة دقيقة. طبعا في الوقت ده انا بسخن مية، انا عايزة مية مغلية عشان هنزل بيها على الفراخ. انا بحاول بقى اخد من البصل ده احطه على الفراخ بالشكل ده، تمام، عشان برضو ياخد معايا لون من الكركم ومن الزعفران كده فوق وتحت. هي اللي عامة الشوربة يعني هتخليه ياخد لون من كل الجهات، بس برضو ياخد من نكهة التتبيلة. هنزل بقى بالمية، بسم الله. طبعا المية زي ما قلنا تكون مغلية، اي بقى رغاوي، اي زفرة، اي ريم، اي حاجة هتطلع على الوش هنشيلها، تمام كده. نغطي الفراخ بالمية يا جماعة علشان الجلد ما يتشققش ويقطع معانا، تمام. انا هكمل المية وهكمل بقية الخطوات ونرجع نشوفها ان شاء الله. ده شكل الفراخ بقى، خلاص كده هي استوت معايا، هشيلها بقى من الشوربة واخليها تتصفى وهبدأ اعمل في الرز. اخدت معايا بالظبط حوالي تلت ساعة،
تشيليها بقى بالراحة كده علشان خاطر ما تحاوليش تجرحي اي حاجة فيها من فوق، يعني الجلد بتاعها ده ما يتجرحش معاكي، علشان هو ده اللي هيدينا الشكل النهائي بتاع المندي ان شاء الله يبقى شكلها حلو. هبدأ بقى اعمل معاكم الرز. الرز طريقته سهلة جدا، انا غسلته وصفيته خلاص بعد ما اتنقع ربع ساعة. هحضر بقى الرز معايا هنا، ده بصلاية كده متخرطة تخريط عادي خالص، وحط عليها معلقتين من الزيت، وهضيف معلقة من الزبدة، وهخلي البصل ده يدبل، مش عايزاه ياخد لون، تمام، مجرد انه يدبل معانا بس. اديله تشويحة كده، كده خلاص هو دبل معايا. هنزل بقى بالشوربة، لكن هصفي الشوربة، مش عايزه حد وهو بياكل يلاقي مثلا واحدة حبهان او واحدة قرنفل، متبقاش لطيفة يعني. هحط الشوربة ضعف الرز، يعني لو انا عاملة كوبايتين من الرز هضيف حوالي 4 كوبايات من الشوربة، انا عاملة نص كيلو فهضيف حوالي لتر من الشوربة. طبعا الشوربه واخده بهارها كله، واخده القرنفل وكل حاجه، واخده القرفه، تمام كده غليت معايا خلاص. هنزل بقى بالرز على طول، هي علشان الشوربه سخنه فغليت معايا بسرعه. بسم الله، شايفين الرز لونه بقى فاتح ازاي بعد معلقه الخل والملح؟ بسم الله. لو احتجت شوربه هضيف تاني، الشوربه بتبقى ضعف. كده ضفنا الرز كله، هضيف كمان شويه من الشوربه، تمام، يعني ياخد غلوه كده على النار عليه، وبعدين اهدي النار ويكمل تسويته على نار هاديه. هكمل تسويته وهرجع اشوفه ان شاء الله، بس هحط رشه ملح عشان الرز طبعا دلع الشوربه معايا، فهضيف رشه ملح، رشه بسيطه كده، وهكمل تسويته. ده شكل الفراخ، بصوا واخدين لون حلو جدا مفيش بعد كده. معايا هنا بقى معلقه من الزيت، هضيف عليها معلقه من الصلصه او معجون الطماطم، تمام، وهضيف كمان سنه من اللون الاحمر. الالوان دي يعني صحيه يا جماعه، الوان طعام صحيه اهي، بصوا حاجه كده هفوه بسيطه كده، وهدوب كله مع بعضه. هو في اليمن بيضيفوا على الفراخ جزء من اللون الطعام، دي الوان صحيه بتيجي من عند العطار. كده ادوبها كويس، وهبدأ بقى أدهنها أهو كده. هبدأ بسم الله بالفرشة كده تدهنيها كلها، تمام، وبعدين هدخلها، هحطها في صينية وأدخلها تحت الشواية، تاخد بقى معايا اللون الجميل اللي بتتقدم بيه الفراخ المندي دي الجميلة دي اللي بنشوفها في المطاعم، تمام. بصوا اللون بيتوزع، والصلصة والزيت كله بيتوزع بالفرشة، حلو جدا، شايفين الشكل. هكملها بالشكل ده، والله يعني الكاميرا كمان ظلماها اهي يا جماعة. هكملها كده، الرز اتشرب معايا زي ما احنا شايفين كده اهو، بصوا شكله عامل ازاي، كله فراغاته جميل ازاي. معايا هنا الالوان اللي هو الاصفر والاحمر، هحط على كل واحدة كده نقطة مية، لو عندك الوان جيلي بتكون احلى، هحط على كل حبة نقطة مية كده يعني اسيلها شوية. هبدأ كده في مكان ارش باللون الاحمر كده، تمام، يطلع معايا حبات الرز اللي هي الحمراء دي، طبعا انا مش هقلبه يا جماعه، تمام كده، واللون الاصفر كمان هاجي في جنب كده ادوبه بس الاول كويس. هاجي في جنب كده
اهو واضيفه بالشكل ده عشان يبقى مدي الالوان الجميله اللي بتشوفها في المطاعم دي كده. تمام، هسيبه بقى لمده دقيقه، هغطيه واسيبه لمده دقيقه. بعد بقى خلاص كده معدي الدقيقه، معايا هنا دي ورقه فويل هحطها هنا كده بصوا، وبتك عليها بغرزها جوه الرز، وهضيف فيها على طول فحمايه كده مولعه. انا طفيت عن الرز كده خلاص يا جماعه. تمام، وهضيف هنا معلقه من الزيت بسم الله على الفحمايه كده، وهغطي طبعا الرز ياخد طعم التدخينه، وهنشوف الرز وهنشوف المندي ان شاء الله في طبق التقديم مع بعض. هسيبه متغطي كده حوالي 10 دقايق لربع ساعه، وبعدين هنقدمه. ادي شكل المندي النهائي معانا، شايفين قد ايه شكله حلو جدا، والرز شايفين الالوان، شايفين كمان الوان الفرخ عامله ازاي، ادي شكلها. تمام، هقدم معاها كمان الشوربه وسلطه الدقوس، حلوه جدا، او الدقوس. تمام، الرز شكله بصراحه يعني يفتح النفس، وريحته كمان لا تقاوم. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. قولوا لي بقى انا عملته على انهي طريقه بالظبط، يا ترى اليمنيه ولا السعوديه ولا كل الطرق واحده؟ شاركوني في الكومنتات وقولوا لي بتعملوه ازاي، لانه مش متداول قوي عندنا في مصر، يمكن قليل قوي اللي بيعمله. حبيت اشارككم النهارده بالفيديو الجميل ده، يا رب يكون عجبكم. هستنى منكم لايك ليه وشير واشتراك في القناه لو كان فعلا القناه حبيتوها. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.